النهارده معانا الاي جولف، وهنسال سؤال مهم قوي: هل الجولف بعد ما اتكهربت لسه جولف ولا بقت جولف كارت؟ وحشه قوي، بلاش. اوكي معلش، تعالوا نشوف حكايه العربيه، يلا بينا. تنسوش تستفيدوا من اكواد التخفيض بتاعتي مع نون ام كار ماجد 10 ماجد 50 نون 20 نون 21 نون 22. نون دايما عندهم تخفيضات على حاجات كتير قوي، وبكواد التخفيض دي كمان ممكن التخفيضات بتاعتكم تبقى كبيره جدا، ما تنسوش تستخدموها. كالعادة أول حاجة نبتدي بيها هي تمن العربية. تمن العربية دي من سنة كان 395,000. مواصفة الإي جولف اللي معانا النهاردة دي بالظبط زي اللافيدا، برضو فاكرين اللافيدا اللي كنت استعرضتها لكم اللي هي 2019 اللي هي الجتة الكهرباء. هنا الإي جولف دي جولف برضو بتتعمل في الصين كهرباء، مبنية على إيه أو هي إيه بالأصح؟ جولف 7.5، مفيش أي تغيير فيها في الأبعاد، 4 متر و2.7 الطول، قاعدة العجلات 2.6 أكتر شوية، التعليق الأمامي بتاعها ماكفيرسون، الخلفي مالتي لينك، وهنا برضو بالظبط زي اللافيدا بس في اختلاف شوية صغير في البطارية بتاعتها. هنا الموتور اللي هو الكهرباء اللي بيدفع العجل الأمامي 100 كيلو وات اللي هي 136 بي إس و134 بي اتش بي و290 نيوتن متر، والبطارية هنا 35.8 كيلو وات ساعة، ولكن اللي مستخدم منها الفعلي 32 كيلو وات ساعة. مدى العربية ده فيه برضو يعني اختلافات، ممكن توصل 300 بس بصعوبة قوي، فهي هنقول من 200 ل 300 كيلو المدى بتاعها. وزن العربية دي الغير محمل بالافراد او الامتعة او اي حاجة 1615 كيلو، هي حوالي 200 ل 250 كيلو اتقل من الجولف العادية. طبعا في ضريبة وزن اكيد للبطارية حتى لو كانت صغيرة. كان قبل كده بينزل قبل التعديل اللي تم على البطارية وبطارية واحدة اصغر كمان كانت 24 كيلو وات ساعة، كانت التهريج يعني اللي تاخدك من هنا لاخر الشارع وشكرا هتضطر تشحن. من قدام زي ما انتم شايفين هي جولف 7.5 بالظبط، وبس الانارة هنا فيها تغيير، وطبعا في الخط الازرق عشان يوري لك ان دي عربية كهرباء، وكلمة اي جولف شكلهم حلو، عجبني جدا العربية اصلا شكلها حلو، انتوا يعني الناس كلها مجمعة على شكل الجولف 7.5 جميل. ولكن بقى لو بصينا على الانارة هتلاقي عندك الداي تايم رانينج لايت من تحت، والانارة نفسها برضو فيها الخط الازرق من جوه شكله حلو جدا، والانوار الاشاره هنا برضو LED وشكلها حلو، والنور كله هنا في المجموعه LED بالكامل، والفانوس كله على بعضه شكله حلو. العربيه من قدام شكلها وسيم جولف 7.5، مفيش كلام كتير يتقال. تعالوا نشوف ايه تحت الكبوت برضو، وزي اللافيدا بالظبط برضو عربية في الأساس احتراق داخلي وقلبوها كهرباء، فهتلاقي كل حاجة هنا ما زالت موجودة. عندي البطارية تحت هنا شوية، الموتور من الأسفل والإنفرتر وكل الدائرة الكهرباء كلها هنا، وبرضو عندي دورة تبريد للبطارية والتكييف كمان، فبالظبط زي كل عربيات الاحتراق الداخلي. وبهنا عندي برضو مساعد، وحلوة في المساعد، اللافيدا ما كانش فيها مساعد، وبرضو العزل من فوق. اوكي، ايه اللي بيميز الجولف دي عن الجولف العاديه الاحتراق الداخلي؟ اول حاجه اللي هتاخدوا بالكم الجنط، الجنط هنا مقفول زي كل عربيات الكهرباء عشان يقلل مرور الهواء حواليه، بيفرق. وبرده بيهتموا بالبروفايل بتاع الكاوتش جدا. استنى يا جماعه، في كيس بلاستيك معدي، عدى الحمد لله، كان في لسه هجمه من شويه. هنا البروفايل 205 55 16، فبرده الكاوتش مش عريض قوي، وبرده الارتفاع بتاعه مش مبالغ فيه، بالعكس 16 ده جنط صغير نسبيا. وبرده واحده من الحاجات اللي بتفرق جدا في الاستهلاك وبتحسن المدى بتاعت العربيات الكهرباء، طبعا غير كلمه اي جولف، لكن الباقي برده جولف عاديه خالص. عندي فتحه سقف، وعندي برده الشارك فين بالاسود الكونتراستنج، لكن الازاز الخلفي هنا مش فيومي. من الدار جولف برضو، الإنارة هنا برضو LED وشكلها حلو جدا، عندي كلمة هنا بالصيني، غالبا المصنع بتاع العربية في الصين، مش عارف، أي حد يعرف صيني يا جماعة يترجم لنا الحتة دي. وهنا عندي كلمة إي جولف برضو بالأزرق عشان تعرف إنها كهرباء وبتاع. سبويلر صغير قوي، برضو مساحة طايرة. حساسات ما فيهاش برضو كاميرا رجوع ولا حساسات أمامية، طبعا ما فيش فتحة شكمان، في حتة كده إيه حلية بس دي لك الانطباع كده ولا كده. عربيات المجموعة كلها بطلت تعمل فتحات شكمان حقيقية، دايما بيعملوهم عيرة فمش فارقة. شنطة العربية هنا 341 لتر، ما تفرقش عن أي جولف، فيها برضو تنزيل الشنطة 40-60. اللي يفرق معانا إيه؟ هي بتيجي بشواحن إيه؟ بتيجي بالشاحن ده شاحن المنزلي بتاعها اللي هو البطيء الاي سي، وصاحب العربية أو أي حد بيضطر يشتري هذا الكابل، الكابل ده ثمنه 5000 جنيه، ده عشان تشحن العربية من أي محطة شحن. ليه؟ لأن في مصر محطات الشحن ما بتبقاش فيها كوابل، فأنت بتضطر يبقى معاك الكابل ده عشان تشحن من الشاحن الأي سي البطيء. ومن هنا عندي الشحن السريع بس، الشحن البطيء العادي الأي سي من قدام، ومن هنا الشحن الأي سي العادي اللي هتستعمله في مصر بغزارة أهو.
تعالوا نشوف المساحات الخلفية. قاعدة العجلات 2 متر 631، المساحة عندي كويسة جدا مش وحشة أبدا. الكرسي ده في وضع جلوسي أنا هو والسواق. عندي مخرج تكييف، مخرجين تكييف ويو اس بي عادي، مخرجين برضو حلوة الحتة دي. طبعا عندي نفق كبير لأنها احتراق داخلي في الأساس، فالشاسيه هو هو متغيرش. وعندي هنا مسند حلو، بس الكاب هولدرز كالعادة في النص، ولكن برضو عندي إنارة عادية مش LED. ولكن الفرش بتاع العربية صاحب العربية مركب له كفر، ولكن هو كمان من تحت هنا ايه جلد. من قدام جولف عادية خالص، ولوحة العدادات ونظام الترفيه مش هنعيدهم لانه بالظبط زي اللي في اللافيدا، مفيش اي فرق. لكن في فرق في المواد المستخدمة هنا واضح. هنا المواد كلها من فوق سوفت، وبرضو دي فيها فتحة شمس زي ما قلنا، وبرضو البيبان الامامية سوفت. اللافيدا كانت بلاستيك قوي، هنا المواد والتريم كله على بعضه احسن شوية، ولكن تيبيكال جولف 7.5 برضو. والتكييف هو هو هنا اوتوماتيك زي اللي في اللافيدا، برضو في الشاشة الصغيرة على كل ناحية. ونقل الحركة برضو هو هو بالحرف، مفيش اي تغيير، وبرضو الفرامل الكهرباء. ونقل الحركة كان في الحتة بتاعت البي بتاعت الريجن كنا اتكلمنا عليها، هنوريها لكم تاني واحنا سايقين العربية. مفاجأة حلوة لحبايبنا في السعودية والامارات، كود الخصم بتاعي ام كار وماجد 10 بقى شغال على السايت بتاع نون السعودية والسايت بتاع نون بتاع الامارات. طيب يا جماعة تعالوا نشوف لو الاي جولف لسه محتفظة بالدي ان اي بتاع الجولف العادية ولا لا. طبعا بالظبط زي اللافيدا فيها نفس انماط القيادة، برضو بقول لكم لو عايزين تعرفوا راجعوا الحتة دي. تعالوا نشوف في الملفات عاملة ايه، هل فرق الوزن باين لي اكتر؟ فرق الوزن باين اكتر شوية، شوية عايزة اندرستير اكتر وبترميني لبرا اكتر، بس الصراحة احسن من لافيدا شوية. الاندرستير اقل شوية والتجربة ملمومة اكتر، يعني في الملف ده ممكن نقول انها ايه 85% جولف. اوكي باين شوية الوزن الزيادة بيرميني برا شوية، ولكن مش مبالغ فيه قوي. انماط القيادة حاليا انا مثلا سايقها زي ما انتم شايفين، بقى نحطها في ايكو او ايكو بلس، ده اللي بيقفل التكييف، خلينا في نورمال تاني بالظبط زي اللافيدا. المنظومة كلها بالحرف زي اللافيدا، وبرضو كل ما بترفع رجلك كل ما انت بترجع شحنة. لازم بقى ايه نجيبها على بي الاول، واخدين بالكم لما جبتها على بي على طول راح ابتدت هي تفرمل لوحدها وبترجع لي شحنه للبطاريه الصغيره. فانت هتبقى عايز تعمل كده وانت سايق العربيه دي عشان تحاول تطلع منها اي مدى، ولكن برضو انت ممكن تتحكم في المدى بتاع الريجن او ريكوبريشن زي ما انتم شايفين بالظبط زي اللافيدا تاني. انا يا جماعه عشان كده احنا ما عدناش نظام الترفيه، اللي عايز يتفرج على نظام الترفيه في الحته دي والعدادات يرجع للريفيو بتاع اللافيدا. ممكن اغير الريكوبريشن يا اما ستيج 1 يا اما 2 يا 3 يا ارجع فيهم كلهم واطفيه خالص. خليه دايما في العربيات دي 3، وبرضه بالظبط زي اللافيدا لانها نفس المنظومه، فما عندكش المقدره بتاعت الوان بيدل درايفنج، يعني لما بتشيل رجلك من بدال التسارع ما بتوقفش خالص، بتفضل تسرح شويه كده حتى ايه في المرور. لكن مثلا مقارنه بالاي دي 4 اللي هي عاملينها كهرباء من الاساس، لما بترجع ترفع رجلك من بدال التسارع بتقف خالص، هنا بتسرح شويه. معناها ايه؟ معناها انها مش هتوفر نفس المقدار. وفي ناس بتحب الوان بادل درايفنج في العربيات الكهرباء بالذات لانه مريح ما بتفرملش خالص. طبعا دي واحده من الحاجات كالعاده برضو اللي بتخلي العربيه ايه ما تستهلكش التيول بتاعتها او الاجزاء المتحركه اللي ليها علاقه بالفرامل التيل والطرابير. طيب عزل الصوت في العربيه جيد جدا، مش سامع غير التكييف وشويه صوت الهواء عند العجل، غير كده انت ما فيش اي حاجه تانية بتسمعها خالص، وعزل الصوت كويس. الراحه العامه العربيه ماكفيرسون ومالتي لينك خلفي، والوزن بتاع العربيه باين شويه في المطبات، بينزلها شويه اكتر، ما بتطرش زي الجولف قوي، عارفين اتقل سنه لكن مش بعيده قوي الحقيقه. فالتعليق كمان بتاع العربيه مريح مع البروفايل بتاع الكاوتش اللي مش رياضي خالص بيمتص الصدمات، فالعربيه مريحه ما بتدبدبش وانها هاديه قوي، انت ممكن تنام يعني هدوء هدوء. تعالوا نجرب الملف الثاني ونشوف عامله ايه. طبعا البيك اب كعاده كل العربيات الكهرباء هنا قلنا 290 نيوتن متر، دايما حلوين جدا. حلوه جدا في الملف، اتقل اكيد شويه من الجولف، واضحه برضو بترميني لبره اكتر.
لكن ثابته على الارض قوي، هم عاملينها كويس العربيه دي. يعني في رايي قيادتها ألذ من اللافيدا. يعني لو اللافيدا هي مفروض جاتا، فهي مثلا هنعتبرها 60% من الجاتا، هنا فعلا 80-85 من الجولف الاصليه. حلوه جدا في قيادتها مفيش شك، وهاديه جدا. اما بالنسبه بقى للكرسي والرؤيه والحاجات دي كلها، فزي اي جولف عاديه مفيش اي اختلاف خالص، العربيه هي بالظبط مفيش اي اختلاف في اي حاجه، مريحه جدا، الرؤيه هي هي، مفيش اي حاجه متغيره فيها، وتكيفها كويس جدا. بس ما تحطهاش في ايكو بلس بتطفيه خالص، لو حطيتها في ايكو برضو بتوفر التكييف، وكمان مش بس كده، انها كمان بتحد السرعه على 120 عشان ايه، تمنعك ان انت تستهلك البطاريات بتاعتك. تعالوا نعمل تجربه التسارع. مفروض انها نفس الرقم زي اللافيدا 9.6 من 10، ولكن يمكن دي تبقى اخف شويه، فيمكن دي تبقى اسرع كمان شويه. تعالوا نجرب ونشوف. قافل الثبات الالكتروني زي ما انتم شايفين في لوحه العدادات، وقافل التكييف، ونجيب الريكوبريشن على اقل حاجه عشان ما تتلككش، نطفيه خالص. تمام، والسرعه باينه لي. تعالوا نجرب فرق بس يا جماعه، فرق بس، ها 9 ثواني اسرع من لافيدا بحبه صغيره، والسرعه القصوى قفلت عند 156 فعليا. يعني هي كده قافله عليا كل حاجه، او فعليا زي ما انتم شايفين بقى، زي ما هما بيقولوا رسمي 150 زي ما دراجي مبين. ازيك يا علاء؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ الحمد لله. لذيذة جدا العربية، العربية بالنسبة لي عاملة زي الجولف فعلا، 85% من الجولف العادية. بتجربة القيادة كلها طبعا فرق الصوت خالص، تعليق ألذ قوي، باين شوية فرق الوزن في المطبات، فالعربية بتاخد مطبات براحة أكتر عشان بتنزل فيه مش بتطير فيه، فما فيش حتة الطيران بتاع الجولف. طبعا هي وزنها 200 كيلو على المقاس ده باينين، لكن في الملفات حتى لو كانت بترميني برة شوية، لكن مقارنة باللافيدا للجاتا زي ما قلت لكم، فدي أقرب بكتير للجولف، معمولة كويس بالنسبة لي العربية دي. طيب نتكلم بقى على المدى، احكي لنا على المدى الحقيقي اللي انت بتشتغل بيه. المدى في حدود 250 كيلو. 250 كيلو بسواقه مهذبه ما تعداش ال 100. والتكييف عادي ولا في محاذير؟ التكييف بيبقى على الايكو، بكون ماشي على الايكو. اللي هو موفر قوي للتكييف، لان احنا حاليا في المود اللي هي النورمال العاديه ما بيوفرش التكييف خالص. اكيد يعني. وبرضه بفكركم للمرة الأخيرة قبل ما نخلص الفيديو دلوقتي، لو عايزين تتفرجوا على نظام الترفيه ولوحة العدادات، ارجعوا للفيديو بتاع اللافيدا تشوفوا فيها كل حاجة بالظبط. لكن أنت بالنسبة لك مبسوط بال 250 كيلو؟ مش قوي يعني. مش قوي، يعني كنت تحبهم على الأقل 300 مثلا. عاوزهم 500. 500. بس برضه على فكرة 500 مش هتسفرك. مش هسفرني، بس هكون مستريح وانا وسط البلد على الاقل، مش هكون خايف. طبعا ده. اكيد هسالك نفس السؤال بساله كل اللي عندهم عربيات كهرباء، دي مش العربيه الوحيده مش كده؟ مش العربيه الوحيده، عندك عربيه ثانيه. طبعا. طيب انت عامل بيها 32000 وانت الملك الاول، احكي لنا انت عملت اي صيانه؟ عملت صيانه 30000، وكانت تشيك على البطاريات، وغيرت التيل الفرامل. بس كده. والصيانه مش مكلفه خالص. غريب قوي ان انت غيرت التيل. طبعا انتوا عارفين بحته الريجن اللي هي الريكوبريشن اللي انتوا شفتوها، ممكن تقريبا ما تستخدمش التيل في العربيه، نادر يعني، ولكن اوكي 30000. ممكن تكون خبرتي في العربيات الكهرباء مش يعني مش في الاول، انت عارف زي ما الناس شافت، تحط العربيه في المود بي هي بتعمل لك كل حاجه حلوه قوي، انت عايز تسيطر اكتر بتحطها في الثلاثه مودز بتاعت الريكوبريشن اللي بيسموها ستيج 1 وستيج 2 وستيج 3. خد بالك العربيه دي زي ما قلنا بالظبط عن اللافيدا، دي مرحله متوسطه ما بين ان فولكس فاجن كانت بتقلب العربيات اللي عندهم بسرعه للكهرباء زي دي عشان تلحق اللي بيحصل في العالم، لغايه لما نزلوا الاي دي 4 والاي دي 3 والاي دي 6 وكل تعقله اي دي اللي هي مستقبل فولكس فاجن والمجموعه الحقيقي. سيبكم بقى من الاحتراق الداخلي، ده مستقبلهم الحقيقي. لكن العربيه دي فيها ميزه عن كل العربيات الكهرباء اللي جربتها، انها مش بعيده قوي عن الجولف، يعني هي مش بعيده 80-85% من الجولف، ويمكن عزل الصوت طبعا نتيجه ان مفيش حاجه بتسمعها خالص، فالعربيه هتحسسك بالراحه الكامله. ده حقيقي. طيب يعني انت 250 كيلو ده مش بطال ابدا بالنسبه اللي بيدعوه انه بيقولوا الماكسيمم بتاع العربيه دي بتاع 300 كيلو. 300 بس لو ماشي على الاقل من 80. بس ده مش طبيعي بقى. ده انت كده يعني وقافل التكييف وكده، مش طبيعي، ده مش واقعي. او ماشي وسط البلد يعني. ما هو في حاجه دايما لازم الناس تميز، الناس بيحطوا ممكن المدى
اللي هو ايه الماكسيمم ممكن تجيبه من العربيه. ده مش معناه ان ده الواقعي، الواقعي هيقل 30-40% عشان تبقى طبعا مراعي ظروفك ان انت في بلد حر والتكييف و علاء ميرسي قوي على التجربه الفريده من نوعها. العربيه طلعت اسرع شويه من لافيدا، اكيد اخف وزنا من لافيدا. تجربه جميله جدا، وتابعوني على سناب شات وتيك توك كمان، بقى عندي اكونتس عليهم للي عايز يخش يشوف حاجات قصيره. انتوا عارفين السبوت لايتس بتاعت سناب شات والستوريز ولا مش عارف بيسموها ايه في تيك توك اللي هم على طول ورا بعض دول. بس اعملوا لايك وسبسكرايب وشيروا الفيديو لو عايزين، ونتقابل في العرض القادم. سلام. تنسوش تستفيدوا من اكواد التخفيض بتاعتي مع نون. ام كار ماجد 10 ماجد 50 نون 20 نون 21 نون 22. نون دايما عندهم تخفيضات على حاجات كتير قوي، وبكواد التخفيض دي كمان ممكن التخفيضات بتاعتكم تبقى كبيرة جدا، ما تنسوش تستخدموها. مفاجأة حلوة لحبايبنا في السعودية والإمارات، كود الخصم بتاعي ام كار وماجد 10 بقى شغال على السايت بتاع نون السعودية والسايت بتاع نون بتاع الإمارات.